السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد شريف بدوي، رئيس جمعية الحرفيين الجزارين بجملة وتقسيط مدينة تطوان. الهدف من الزيارة جات هو بناء على صعود مكتب إداري جديد مدينة تطوان مؤخرا في هذا الشهر الأخير هذا. وطبعا مدام المكتب الإداري يعني جاء في إطار الحركة الشبابية ديال الجزارة ديال مدينة تطوان. وطبعا هذا المجلس الإداري هذا وبناء على أن القانون الأساسي ديال الجمعية كينص على أن المجلس الإداري يعني يقوم بالبحث على تطور ديال المهنة، فالمجلس الإداري حاليا وبحكم أن مدينة تطوان مقبلة على إن شاء الله في خلال الأشهر القادمة على افتتاح المجزرة الجديدة، فكانت أول حاجة هي خطوة إلى مدينة طنجة، إلى المجزرة الحديثة الجديدة لمدينة طنجة. وقام المكتب الإداري طبعا كامل بالوقوف على الورش وعلى جميع المرافق ديال المجزرة الجماعية اللي هي أجري، وباش يحاول ما أمكن أنه ينقل هذه التجربة ديال مدينة طنجة إلى مدينة تطوان. طبعا كما كنعرفوا احنا مناطق الشمال هي مناطق قريبة من بعضها، وكنتمنوا ان شاء الله من الله عز وجل ان يوفقنا باش ان نقدروا نجيبوا هذه التجربه هذه عندنا مدينه تطوان ان شاء الله في القريب العاجل، لان التجربه هذه هي فيها الصالح لان جميع المجازر ديال مدينه تطوان، لان ملي كنقولوا الاجري كنقولوا يعني خدمه متميزه، خدمه يعني فيها جميع المواصفات، وغادي يعني غيستافد منها الجزار وغيستافد منها حتى المواطن. وبحكم انتم كتعرفوا يعني مدينه تطوان هي واحد المدينه اللي هي تبارك الله عاود حاليا التوجه ديال السلطة فيها على أساس أنها تكون يعني مدينة سياحية بامتياز، ونتمنى من الله عز وجل أن يوفقنا الله عز وجل نكونوا يعني من الناس اللي غادي يواكبوا هذه المرحلة الانتقالية إن شاء الله. حاجة عنابة مكلف بخلية تتبع المراقبة لتدبير مفوض المجزرة الجماعية بطنجة. بهذه المناسبة ديال الزيارة ديال المهنيين ديال مدينة تطوان للمجزرة الجماعية، أولا نرحبوا بهم بهذه الزيارة وكنتمنى لهم التوفيق في التجربة ديالهم. ثانيا يعني هذه الزيارة حاولنا نعرفهم على جميع يعني التجهيزات والمرافق والخدمات اللي كتقدمها المجزرة اللي تعتبر مجزرة حديثة واللي دخلت التجربة ديال تدبير المفوض منذ يناير 2023. وهذه التجربة اللي فعلا احنا نسعى جميعا كجماعة وكشركة كتعاونية ديال النقل باش ننجحوا هذه الخدمة في المدينة ديال طنجة، لأنها غتكون تجربة رائدة في المغرب. وكنتمنوا ان التجارب الاخرى ديال الجامعات ان تمشي في هذا الطريق، لان التدبير الحديث مطلوب الان في المرفق العمومي، وكذلك مطلوب باش نحسنوا الخدمه، لان المدينه طنجه او مدينه تطوان كتوجدوا في واحد المناطق اللي عندها واحد الحساسيه سياحيه، وكتعرف توافد ديال 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 المواطنين والمواطنات لا سواء على المستوى الوطني ولا المستوى الدولي، وبالتالي خصها تكون في واحد المستوى ديال الخدمات اللي ترقى بهذا المستوى ديال هذه المدن. وشكرا.